الآن وين نتحول؟ الآن رحنا مكان جميل جدا. أنت رحت وأنا ما صار لي الحظ إني أروحه. بتروحين؟ خلاص على إيدك إن شاء الله. وعد. يلا نروح. طيب الآن نتحول لطبعا زميلتنا رقية خياط واللي متواجدة في رجال ألمع. أهلا وسهلا فيك رقية، وكل عام وأنت بخير. كل عام وأنت بخير. كل عام وأنت بخير. أنا كمان هذه أول تجربة، أول مرة أجي أزور رجال ألمع وعسير، والتجربة كثير حلوة والأجواء كثير رائعة هنا. طبعا أنا من منطقة عسير اللي هي أبرز الوجهات السياحية في المملكة تحديدا في هذا الوقت، يعني إذا نبغى نهرب من الحر والرطوبة والأجواء نقدر نجي إلى عسير وتكون خيار جيد. نتكلم عن تفاصيل كثيرة عن عسير. ينضم لنا ضيفي أمين منطقة عسير دكتور وليد الحميدي. أهلا وسهلا فيك. يا اهلا وسهلا فيكم. الله يحييك. نورتنا. عيدك مبارك. تسلموا. عيدكم مبارك جميعا ان شاء الله. ويا مرحبا فيكم في عسير ورجال ألمع تحديدا. دكتور وليد، خلينا نتكلم عن ابرز المعالم في عسير اللي هي السوده. كيف التنميه في السوده؟ احكي لنا عنها. طبعا السوده الان في شركه تطوير السوده تقوم على وضع دراسات متميزه حتى تكون فعلا وجهه سياحيه متميزه على مدار العام، ليس فقط للدول العربية وليس فقط للمملكة ولكن على مستوى العالم بإذن الله. طبعا دورنا احنا كأمانة احنا نقدم الخدمات المساندة والمساعدة لزملائنا في شركة تطوير السودة اللي مسؤولة عن منتزه السودة ومسؤولة أيضا عن رجال ألمع، المكان الجميل التراثي العالمي اللي احنا فيه الآن. رائع جدا. تاريخ عريق وأحد المواقع المرشحة لمواقع التراث العالمي، سواء كان في موضوع النظافة أو اللاندسكيب أو الطرق والإنارة وخلافه. أهم ما نقدر نقدمه لزملائنا في شركة السودة أيضا كل المعلومات اللي موجودة تاريخيا والسكان والحالات الاجتماعية وحجم النفايات اللي احنا نجمعها أو قضية الأشجار والتنسيق والحدائق اللي موجودة في السودة. هذا في خصوص السودة. لكن لو سألتيني نعم تفضل ترى عمرك. أكيد تفضل. عندك أحكي لنا كيف التنمية في عسير، كيف توجهاتكم اليوم؟ طبعا عسير فيها 33 بلدية ما شاء الله. عسير هي رابع مناطق المملكة من حيث عدد السكان. أبها هي العاصمة الإدارية وهي أيضا قبلة السياحة في الصيف للمملكة وسكان المملكة. أكثر ما يميزنا طبعا درجة الحرارة، الرطوبة، الأمطار، الغيوم. صحيح. طول السنة، يعني طول السنة الجو ممطر بارد معتدل، على طول ما عندكم حر ما شاء الله. لكن نتميز بالصيف. أيه. نكون في المملكة في أنحاء كثيرة من المملكة. أكيد. 40 أيه. 37 احنا 20 22 23. أضرب لك مثال آخر. أيه. في منتزه اسمه منتزه السحاب. أيه. ليش سموه منتزه السحاب أخت رقية؟ لأنه أنت واقفة فيه تشوف السحاب، بدل ما تشوفي فوق لا تشوفي أسفل. الله. هل عمرك شفتي الرعد والبرق وانت تطلعين تحت في الأسفل؟ لا أكيد. هذا المكان اللي هذا موجود في السودة؟ موجود في منطقة ضمن منطقة السودة اسمه منتزه السحاب. الرعد والبرق اللي تشوفيه وانت تطلعين تحت، مو تطلعين أفقي ولا تطلعين فوق، منظر خيال. تشوفين السحاب داخل عليكي كأنك سبحان الله يعني قطعة من الجنة. طبعا دورنا احنا في نرجع للبلديات انه تخبرين سياحه المدن سياحه رئيسيه. أكيد. لكل الزوار. اكيد. مهم ان نسوي مواقع جذب سياحي. أكيد. مواقع منتزهات. ايش سويتوا للحين على المنتزهات والمواقع اللي تجذب؟ يمكن اشهر شيء شفتيه قبل اسبوعين وشافوه زملائنا المشاهدين وزميلاتنا المشاهدين شجره الجاكرندا. ومهرجان الجاكرندا اللي اطلقه سمو سيدي ولي العهد قبل سنه تقريبا. كان عدد شجار الجاكرندا في منطقة في أبها تحديدا 3000 شجرة. في سنتين رفعنا العدد من 3000 إلى 25000. الآن في 25. عدد كبير. نعم. 25000 شجر جاكرندا. الموسم هذا لو رحتين إلى شارع الفن بتلاقين فعاليات بسيطة لمهرجان الجاكرندا كلها فيما يتعلق على شجرة الجاكرندا ولونها البنفسجي المميز، سواء سوفينيرز وهدايا أو سواء مكان تجلسي فيه. حتى الإنارة الليلية أختي رقية سويناها من نفس لون البنفسجي، نفس لون الجاكرندا. الحقيقة يعني أجواء جميلة متميزة ضمن الاحترازات الصحية والبيئية اللي مفروض علينا. طيب دكتور وليد، أنا أبغى أعرف منك شيء، إيش في شيء الآن جالسين تشتغلوا عليه يعني الفترة المقبلة بنشوفه؟ عندنا إن شاء الله حديقتين. وادي طبيعي سوينا فيها حدائق طبيعية من نفس الأشجار حقت الجاكرندا مع خدمات المصطافين. نتوقع إن شاء الله
في أول ذو الحجة تكون افتتحت، ولكن مهرجان الجاكرندا اللي موجود في شارع الفن مستمر؟ شغال مستمر إلى نهاية الصيف، وبعد شهر شوال حيتغير إلى فعاليات أخرى بعد الجاكرندا. زهرة الجاكرندا هي موسمها في شهر إبريل ونص مايو، بعد كذا ننتقل لفعاليات أخرى. بس لسه ما فكرتوا إيش الفعاليات الأخرى؟ طبعا لسه. الفعاليات موجودة ولكن هي كلها متعلقة بالبصري، الأشياء البصرية طبعا. حتى نبتعد عن الأشياء اللي فيها حشود وبشر وتزاحم، لازم نحترم الأبعاد الصحية. شكرا لتواجدك اليوم معنا، شرف كبير. شكرا لك، نورتنا. كان معنا أمين منطقة عسير دكتور وليد الحميدي. الآن عودة للزملاء.